بالنسبة للمقابلة نتاع اليوم كانت شوية ضعيفة حتى الشوط الأول، الشوط الثاني عاد شفنا بلي كاين شوية نتاع التحسن. بالنسبة للفريق الوطني خصو شوية ديال الخدمة باش إن شاء الله يدي هاد لاكوب، وكنتمناو أنهم يخدموا شوية على الفريق ويخدموا شوية بالقلب وإن شاء الله يكون الخير. رسالة اليوم من وجدة أخويا، اليوم المنتخب كان خصو شوية ديال الخدمة، خليل يوزيتش كان شوية ناقص بزاف في الدفاع، بعدا ما نقولكش كارثة في الدفاع. الهجوم شوية في الميطو الجاوج دخل بوفال كان شوية الأداء شوية مليح، وحنا كان المدرب أخويا المدرب هو كيدير اللي في راسه، ما عطيناش حنا الاختيار ديال الجمهور وقدامنا. مهم نتمنى يجيبوا لنا الكاس ان شاء الله، واخا انا عارفين هما مرشحينش، راه 76 ما ديناها بغينا نديوها هذا العام ان شاء الله نجيبوها ان شاء الله. حكي تفضل. اذا اليوم شفنا المقابله ديال المنتخب المغربي مع الكابون، صراحه يعني عشنا واحد الاجواء حماسيه ولكن كان ستريس بزاف. انا بصراحه بالنسبه لي انا ما راضيش على هذا الاداء ديال المنتخب الوطني، لان كنشوفوا واحد الارتباك كي كيطلعوا يهجموا كاملين، الدفاع خاوي، كانت مجموعه ديال الاخطاء حتى الاخر عاد شويه كيدخل يعني شويه عاد بحال اللي لعب شويه تفرق عاد بداو يماركيو. اذا يعني خص المدرب خصو يستافد من هذه المقابلات ويرجع يتفرج لهم باش يشوف الاخطاء اللي كاينين، لانه الا مشينا بحال هكا عندنا فريق زوين، عندنا لعابه زوينين. اليوم رحيمي مركا واحد البيت اللي في نيبان بلايلي، صراحه يعني ما كان لا بلايلي لا شي حاجه، انا نقدر نقول بيت ديال كبار ديال مارادونا، ديال مجموعه ديال الاسماء كبيره في كره القدم. يعني المدرب خاصو اعاده النظر لا في التشكيله ولا في الخطه، وحتى اللاعبين يحاولوا انهم يركزوا، لانه اليوم وكان كنا خسرنا راه عندنا هذاك الحظ تاع انه تهنا، ولكن وكان كانت شي مقابله حاسمه الله يستر ولا راه غادي نتقصاو ويقع لنا كما هذاك العام مع البنين. اذا حنايا بركه من كما كنقولوا حنايا النكبات والنكسات، بركه علينا غير المنتخب الرديف والرجاء البيضاوي يعني مع الاهلي ضيع الكاس ديال الكاف، ما بغيناش نضيعوا هذا الكاس، بغينا نتمتعوا شويه نفوجوا على راسنا. كورونا اللي كانتنا هذه عامين ازمات نفسيه، الكره هي اللي كتفرج علينا. هذه رساله للاعبين، جيبوا راسكم وزيدوا اجتهدوا، والمدرب خاصك اعاده النظر في الخطه وحتى في التشكيله. وتحياتي وشكرا هبه بريس. بالنسبه لواش متفائل بنا في الدور الجاي ان شاء الله، واش المغرب غادي يكون مزيان ولا لا؟ الصراحه مازال شويه خصهم في الديفونس، في الدفاع، الدفاع ان شاء الله مازال شويه ناقصين، الى زيرو ان شاء الله الدفاع وان شاء الله يكون الخير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.